السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باشلي قريشنا زنكم زين. الصبح بدا من طلعتي والليل دجى من وفرتي فقر الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالتي كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعتي على الحسب كل العرب في خدمتي سعتي الشجر نطق الحجر شوق القمر في إشارتي جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعا لي حضرتي نال الشرف والله عفا عما سلف من أمتي فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابتي فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابتي طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وواثقي بوعد الله يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرق دوستو نگاه دانه انگی پاگا انتظار شوه قبول کنه ماشینه.